بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 46. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الأمور التي تتعلق بفتح مكة، وذكرنا أيضا بعض السرايا التي حصلت بعد هذه الغزوة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن قبيلة كبيرة مضرية عدنانية، هذه القبيلة تجمعت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قبيلة هوازن، تجمعت في واد من الأودية وهو وادي حنين بين مكة وبين الطائف، وقيل أنه بينه وبين مكة 3 ليال. هذه القبيلة من أشهر قبائل العرب ومن أكبرها عددا، وكذلك ثقيف هي من هذه القبيلة من هوازن، وثقيف كانت تعظم قريشا بل وتتابعهم في حرب النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الإيمان به، ولهذا جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس، فقال أحد المشركين ثم أسلم بعد ذلك، قال: فسمعته يقرأ: والسماء والطارق، يعني جاء إلى قبيلة ثقيف وكان يبتغي منهم النصر حتى ينصرونه على قريش، بل كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي؟ فهذا الرجل قال: فسمعته وهو يقرأ هذه السورة: والسماء والطارق، حتى ختمها، قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف، فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأ عليهم السورة، فقال من معهم من قريش، أي الذين كانوا موجودين وهم من قريش، قالوا لثقيف: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. فكانت قريش تقول هذا الكلام لثقيف، وثقيف تتابعهم على ذلك، فيقولون هم أعلم به، كما جاء عند البيهقي في الدلائل، وإن كان هو مرسل عن الزهري، كانوا يقولون: قوم الرجل أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ فهذه هي كانت شبهة ثقيف في ماذا؟ في رد الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حاربته قريش، وتبعت قريشا كثير من القبائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت ثقيف لها موقف منه بسبب قريش، فقد أثرت فيها أثرا كبيرا، بل أثرت في نفوس العرب والقبائل العربية، ولهذا لما ذهب عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين ذهب إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام، ماذا صنعوا؟ رموه بالحجارة، كما جاء عنه في الصحيحين عند ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، جاء يدعوهم فقالوا له: ماذا؟ والحديث في الصحيحين، قاموا ورموه بالحجارة وآذوه وطردوه، وكانوا يحتجون عليه بأن قريشا وأن قومه ما قبلوا ولا قبلوا هذا الذي جاء به. ولهذا هوازن بلغها
أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل مكة وفتحت مكة فاستعدوا لقتاله. وفي بعض الروايات وهي أيضا مرسلة لا تصح عند الطبري في تاريخه من طريق عروة وهو تابعي أن هوازن سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لقتالهم، يعني خرج من المدينة لا يريد قريشا إنما يريد هوازن، فاستعدوا لقتاله. هذا الحديث مع ضعف إسناده لإرساله كذلك فيه نكارة، لأن قريشا ما علمت بمخرج النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول كذلك ما خرج لهوازن في أول الأمر، إنما خرج لفتح مكة لقريش. فلما وصل إلى مكة تجمعت هوازن فخرج لقتالهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما هو سبب هذه الغزوة؟ غزوة حنين. ولماذا سميت هذه الغزوة بحنين؟ سميت نسبة للوادي. وأما سبب الغزوة لأن هوازن هذه القبيلة المضرية الكبيرة تجمعت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث عند الحاكم وعند غيره وحسنه الإمام الألباني من حديث جابر بن عبد الله، قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة. ثم ذكر جابر أن الذي جمع هؤلاء هو مالك بن عوف النصري، وهو من بني نصر، جمع قبائل كثيرة لقتاله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا قال له اخرج وانظر ما صنعت هوازن. هذا الرجل هو عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، قال له اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم. فدخل ومكث فيهم يوما أو يومين كما جاء في الرواية، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر. ما هو الخبر؟ أن هوازن تجمعت بأموالها ونسائها وأبنائها، حتى إن عمر رضي الله عنه لما سمع كلام ابن أبي حدرد قال له كذبت، كذب ابن أبي حدرد. فابن أبي حدرد قال له إن كذبتني أي يا عمر فربما كذبت من هو خير مني، لأن أول من أتى بالكلام ووصف هذا وذكر ذلك جابر، أن أناسا جاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأرسل هذا الصحابي. لكن قد يقول قائل لماذا كذبه عمر، لماذا عمر كذب هذا الصحابي؟ الجواب قالوا أن عمر رضي الله عنه رأى أن المسلمين قد يدخلهم شيء من الخوف عندما يسمعون بهذا العدد الكبير الذي قد بلغت أو بلغته هوازن، فكذب ابن أبي حدرد. هذا ذكره بعض شراح الحديث. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر قد كنت ضالا فهداك الله عز وجل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام استعد، فماذا صنع كما في الحديث نفسه؟ أرسل إلى صفوان بن أمية. صفوان بن أمية لم يكن في ذلك الوقت قد أسلم بل هو على شركه. ماذا يريد منه عليه الصلاة والسلام؟ أراد منه عدة للقتال، أخذ منه أذرع، أخذ منه 100 درع، وأخذ كذلك ما يصلح هذه الأذرع أو الذروع من عدتها وإلى آخره. فلما أخذ منه قال صفوان بن أمية أغصبا يا محمد، يعني هل ستأخذ هذا الشيء وتغتصبه مني؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليه. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام سائرا إلى حنين. والحديث عند الحاكم وحسنه الذهبي وفقه كذلك الألباني. هذه الغزوة عندما خرج عليه الصلاة والسلام، متى خرج؟ نعلم جميعا أن خروجه إلى فتح مكة كان في رمضان، وفتحت مكة في رمضان، إذن حنين بعد هذا، متى؟ في شهر شوال. لكن اختلفوا في اليوم، منهم من يقول خرج من مكة إلى حنين في 5 من شوال، ومنهم يقول 6 ليال من شوال، والقولان متقاربان. هذا بالنسبة للخروج. أما وصوله عليه الصلاة والسلام فتقريبا قد أطبق أهل السير أنه وصل 10 ليال خلونا من شوال،
جعل عتاب أو عتاب بن أسيد رضي الله عنه على أهل مكة، مع أن الأحاديث لا ترتقي، لكنه كما ذكرت لكم أهل السير على هذا، بل يكاد يتفقون أن عتاب بن أسيد هو الذي كان أمير مكة. حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرون أن عتاب هو الذي بقي، أن عتابا هو الذي بقي أميرا على مكة. خرج عليه الصلاة والسلام، خرج معه الجيش، كم عدد الجيش؟ خرج من المدينة لغزو أو لفتح مكة ومعه 10,000، لكن لما خرج من مكة إلى حنين كم كانوا؟ هل بقيوا على هذا العدد أم زادوا؟ لا شك أنهم زادوا. لماذا؟ لأنه قد أسلم كثير من أهل مكة وهم الطلقاء، ويقال لهم مسلمة الفتح. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء، يعني هم 10,000 ومن الطلقاء زيادة على 10,000. وهذه الزيادة لم تحدد في الصحيح، إنما قال ومن الطلقاء، لكن جاء التصريح بعددهم خارج الصحيح أنهم 2,000، وإن كانت الروايات أكثرها لا تصح. بل حتى أهل التفسير لما يذكرون هذه الغزوة أو يذكرون عند قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يقولون كم هذه الكثرة؟ فيقولون 12,000. إذن 10,000 وزاد من الطلقاء 2,000. فوإن لم تصح الرواية في ذلك، لكنه معلوم عند أهل السير، لا سيما أن رواية البخاري فيها الزيادة على 10,000 من الطلقاء. الإشكال ليس في هذا، الإشكال ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، قال أنس: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000. وهذا مشكل، لأن أنس نفسه رضي الله عنه، لأن أنسا نفسه رضي الله عنه يقول في الرواية كما في البخاري 10,000 ومن الطلقاء، وهناك زيادة على 10 هم من الطلقاء، فكيف في هذه الرواية يقول 6,000؟ لهذا حكم العلماء مع أنها في صحيح مسلم أن هذه الرواية فيها وهم، والوهم لعله من الرواة الذين رووا عن أنس، وإلا أنس رضي الله عنه قد صرح بالعدد في البخاري وغيره. هوازن استعدت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وتهيأت، وشاركتها بعض القبائل كغطفان وغيرها. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال رضي الله عنه: لما كان يوم حنين، لما كان يوم حنين أقبلت هوازن، هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذرارهم. إذن غطفان استعدت كذلك مع هوازن، ولم يكتفوا بذلك، أخرجوا النعم وأخرجوا الغنم وأخرجوا الذراري وأخرجوا النساء، كما جاء في صحيح مسلم قال من حديث أنس قال: فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن الصفوف، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا قال: بالصبيان والنساء والإبل والنعم، فجعلوها صفوفا يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغون الكثرة حتى يرهبون المسلمين. ولهذا قال علماء السير إن قوم هوازم ومن تجمع معهم لم يرى مثلهم من الكثرة والسواد، فقد كانوا أضعاف المسلمين. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحشود وبهذه الجموع ماذا صنع؟ بشر الصحابة، بشرهم بالخير، وقال لهم: هذه، أي هذه الجموع، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. هكذا قال لهم، كما جاء في سنن أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، لأنهم لما خرجوا وساروا قال سهل بن الحنظلية:
فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهواجن على بكرة أبيهم بضعنهم، يعني النساء، ونعمهم وشائهم، وشائهم يعني الشياه، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قال؟ وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ولا شك أن هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأموال وهذه الشياه والنعم والغنم كلها صارت ماذا؟ صارت غنيمة للمسلمين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما في الحديث نفسه: من يحرسنا الليلة؟ فقام أحد الصحابة وهو أنس ابن أبي مرثد الغنوي فقال: أنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاركب. فركب فرسا له. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب، قال له: استقبل، أي يقول لهذا الصحابي: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني انتبه لا نؤتى من قبلك. فذهب هذا الصحابي وارتقى هذا الشعب فبقى يحرس. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح، ثم قام وصلى ركعتين سنة الفجر، ثم سأل أصحابه: هل أحسستم فارسكم؟ يعني هل جاءكم شيء من الخبر؟ هل جاء هذا الفارس الذي ذهب يحرس وذهب ينظر القوم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، أقيمت الصلاة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يعني في صلاته، والالتفات بالرأس. فلما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعل الصحابة ينظرون خلال الشجر، فإذا بهذا الصحابي قد وقف على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أصبحت اطلعت على الشعبين فنظرت فلم أرى أحدا، فنزلت. فالرسول عليه السلام سأله: هل نزلت الليلة، يعني عندما كنت تحرس؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقط، كان لهذا أو لهذين السببين قد أنزل، فقط لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. أوجبت يعني عملت عملا يوجب لك الجنة، فلا عليك، أي لا ضرر ولا جناح في ترك العمل بعد هذه الحراسة، لأنها تكفيك لدخول الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها. وهذا كحديث أصحاب بدر، لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفر الله لكم. ولا شك أن الصحابة لا يتكلون على هذا، فهم أهل العمل وأهل العبادة وأهل الطاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء الصباح، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل في الطريق أمر، وهذا الأمر صدر ممن تأخر إسلامه، أو هم الذين ماذا أسلموا في الفتح، حديث عهد بكفر. ماذا حصل منهم؟ خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، أي في هذه الغزوة، فلما خرجوا مروا بالكفار ولهم سدرة، شجرة خضراء عظيمة كما جاء في الروايات، وأصل الحديث عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي. فتنادى من تنادى من جنبات الطريق فقالوا: ماذا؟ يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم، وفي بعض الروايات قالوا: يا نبي الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. الكفار كانوا لهم هذه الشجرة ينوطون بسلاحهم، أي ينوطون الشجرة هذه بماذا؟ ينوطون بسلاحهم بهذه السدرة، أي بهذه الشجرة، ويعكفون عند هذه الشجرة، يعكفون حولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هؤلاء وهم يطلبون هذا الطلب قال: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. لا شك أن الذين قالوا هذه الكلمة كانوا حديث أو حديث عهد بجاهلية، لأن في الرواية نفسها قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بجاهلية، وفي رواية ونحن حديث عهد بكفر. إذن هذا كان كتقديم للعذر بين يدي هذه القصة، وكأن راوي الحديث يريد أن يقول بسبب ما حصل وأننا كنا في قريبين من عهد الكفر وقع منا هذا. وهذا لا شك أنه بيان العذر مما وقع منهم، أنهم كانوا جهالا لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقهاء والذين عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبا ولم يتمكنوا من التفقه في العقيدة، ولهذا هم قد ماذا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستعجلوا، بمعنى أنهم ذهبوا إلى شجرة وأناطوا بها وعكفوا حولها، إنما سألوا الرسول أن يأذن لهم في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم. هم رأوا عمل المشركين فأعجبهم، ظنوا أن هذا العمل سائغ وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب، أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا التبرك غير مشروع، التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع كل ذلك لا يجوز، كله من الشرك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة كقول بني إسرائيل، لأن العبرة بالمعنى والحقائق والمقاصد وليست العبرة بالألفاظ المجردة، مع أن هؤلاء طلبوا أن يعكفوا على شجرة، وبنو إسرائيل هناك ماذا أرادوا؟ أرادوا إله، قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلما كان المعنى واحد، النبي عليه الصلاة والسلام جعل حكمهم كحكم أولئك، فدل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها أيضا من التبرك بها والعكوف كل هذا من الشرك أو الذبح. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه إغاثة اللهفان، قال فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إلها مع الله أو آلهة مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه كذلك والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. انتهى كلامه. بدأت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم استعد واستعد أصحابه وركب بغلته دلدل ولبس جهاز الحرب، فهو قائد المعركة عليه الصلاة والسلام. كذلك هوازن استعدت وكان قائدهم مالك بن عوف النصري. في أول المعركة وفي أول الأمر حصل انهزام لمن؟ للمشركين، لكن اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن أذاق المسلمين مرارة الهزيمة بعد ذلك. معروف عندنا جميعا أن مكة لما فتحت ودخل الناس في دين الله أفواجا ودانت كذلك العرب بأسرها، لما حصل هذا الفتح المبين اقتضت حكمته أن هوازن لا تؤمن وتحارب من المسلمين، وأنهم يتجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أو هذه الحكمة كما ذكر العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله لتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، لأن مكة ما وجدوا فيها الغنائم والنبي عليه الصلاة والسلام أمن الناس، فكانت هذه المعركة كأنها شكر لله، شكر من الله عز وجل، أو لتكون هذه الغنائم في هذه المعركة شكرانا من الله لأهل الفتح أعطاهم هذه الغنائم، وليظهر الله سبحانه وتعالى رسوله وعباده. فحصل هذا النصر العظيم. في أول المعركة
انتصر المسلمون ثم حصلت الهزيمة لهم. ما هي أسباب هذه الهزيمة؟ في القرآن ذكر الله أمرا وهو السبب في الهزيمة. ما هو؟ قال الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. إذن إذ أعجبتكم كثرتكم. من قال هذه الكلمة؟ من قائلها؟ من الذي قال لن نغلب اليوم من قلة؟ جاء في مسند أبي عوانة أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نغلب اليوم من قلة، فابتلوا بكلمته فانهزموا. إذن في هذه الرواية أنه رجل عند البزار يقول: غلام منا من الأنصار قال يوم حنين لن نهزم اليوم من قلة، قال: فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم. وعند ابن إسحاق في السيرة لكنه بغير إسناد، إنما قال: حدثني بعض أهل مكة، هكذا قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين فصل من مكة إلى حنين ورأى كثرة من معه من جنود الله: لن نغلب اليوم من قلة. إذن ابن إسحاق يقول حدثه بعض أهل مكة. من الذي قال هذه الكلمة؟ أن الرسول هو الذي قالها، ولا شك أن هذا غلط، وهذا لا يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن ابن إسحاق ذكره في السيرة لما ذكرناه، وإنما ذكرناه للتحذير منه. وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر الصديق هو الذي قال هذه، وهذه عند الواقدي، ومعروف حال الواقدي. إذن الصحيح أننا لا ندري من قائل هذه الكلمة، لكن قيلت، لا سيما أن رواية بعوانة قال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي أقرب الروايات إلى الصحة، وإلا باقي الروايات كلها ضعيفة. وأما رواية أن الرسول قال ذلك فهذا لا يصدر منه عليه الصلاة والسلام، بل كان في غزوة حنين عليه الصلاة والسلام يدعو بدعوات. ماذا كان يقول؟ يقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. بل جاء ما ينقض هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام حنين كما جاء من حديث صهيب بإسناد صحيح كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر، فتعجب الصحابة من هذا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت. فهذا النبي شاور قومه فاختاروا الموت، فأرسل الله عز وجل عليهم الموت، فمات منهم في 3 أيام 70,000. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أقول الآن، أي في حنين عندما رأى كثرة الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: فأنا أقول الآن حين رأى كثرتهم عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. إذن هذا دليل يدل دلالة صريحة خلاف ما جاء عند ابن إسحاق، بل النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الاضطرار بالكثرة ومن الإعجاب بها، ويخبر عن هذا الذي حصل في زمن هذا النبي. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه هذا، هذه الكلمة قيلت وقد جاء ذكرها في القرآن: أعجبتم بكثرتكم، أو كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. كذلك هذا الذي قالها لا نعلم من هو، وإن كانت أقرب الروايات إلى الصحة أنه رجل من الصحابة كما في مسند أبي عوانة. والنصر لا شك أنه من عند الله، هو الذي ينصر، فلا غالب لهم ولنا إلا لمن ماذا؟
من نصره الله، أي من ينصره الله سبحانه وتعالى فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى نصر نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه أو هذا هو السبب الرئيسي، وهو السبب الأول أنه حصل إعجاب بالكثرة. قالوا أيضا من الأسباب أن هوازن بقوتها وعدتها كان قائدهم يشجعهم ويحمسهم، ولهذا كانوا يقاتلون بقوة وببسالة. ولهذا جاء عند الواقدي وهو بغير إسناد أن هذا الرجل قام في قومه وفي هوازن وقال لهم إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى أغمارا لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم، فإذا كان في السحر فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم ثم صفوا صفوفكم ثم تكون الحملة منكم، واكسروا جفون سيوفكم فتلقونه بعشرين ألف سيف مكسور. فهذا السبب قالوا هو أيضا من الأسباب التي جعلت هذه الذي جعلت هوازن يقاتلون ببسالة وبقوة، لأن هوازن صنعت خطة محكمة في أول الأمر. ما هي هذه الخطة؟ أنها سحبت المسلمين إليهم، فلما رأت انكباب المسلمين على الغنائم هجمت عليهم، وهذا الذي حصل. لهذا جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا سأله قال له أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء رضي الله عنه قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. كانت هوازن رماه، وهذه من الأسباب أن هوازن كانت شديدة في الرمي، تعرف الرمي وتعرف الحرب وتعرف القتال، كما هو البراء يقول كما في الصحيحين كانت هوازن رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام أو فاستقبلنا بالسهام. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي قتادة قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. إذن الجولة في أول الأمر كانت للمسلمين، لكن حصل أنهم انكبوا على الغنائم فاستقبلوهم بالسهام بعد أن سحبوا إليهم، هذا دليل على أن أول المعركة ظهر فيها المسلمون، لكن سرعان من قلب الموقف. ولهذا يقول جابر بن عبد الله كما في مسند الإمام أحمد فلما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه انحدارا، يعني كانوا يهبطون هبوطا، وفي عماية الصبح يعني أول ما كان يختلط ضوء النهار مع ظلام الليل، وقد كمنوا لنا، وهذا هو الشاهد، اختبأوا لهم في الشعاب واختبأوا في المنعطفات وفي المضايق وتهيأوا، قال فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدت علينا شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد. هذا الذي حصل، لأنه قال بعد ذلك أو قبل ذلك وقد كان القوم كمنوا لنا، بمعنى اختبأوا في شعابه وفي أجنابه وفي رواية أخرى وفي أحنائه، والمقصود به المضايق والشعاب، تهيأوا تماما حتى يضربون، حتى يضرب المسلمون ضربة رجل واحد كما قال جابر، قال فشدت علينا شدة رجل واحد. وجاء أيضا أنهم اختبأوا، خبأوا لهم خبيئة كما جاء أيضا عند أبي يعلى، فقال أنس أو قال جابر رضي الله عنه فلم يتناظر الناس أن انهزموا راجعين. لما حصلت هذه الهزيمة كان بعض المشركين خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، كصفوان بن أمية وله أخ كذلك اسمه ابن كلده، كلده بن حنبل أو هكذا، هؤلاء خرجوا. وذكر بعض الكتاب في السيرة كالقسطلاني وغيره أن 80 من المشركين
خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل كيف خرجوا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يستعين بالمشركين؟ الجواب في ذلك أنهم ما خرجوا وما استعان بهم النبي عليه السلام بالقتال، إنما هم خرجوا حتى يروا ماذا سيصل الأمر أو إلى أين سيصل الأمر. ومنهم قد يكون قاتل لماذا؟ حمية، لا يريد هوازن تنتصر على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه قبيلة قريش، وهؤلاء رجل أو هؤلاء الذين هم هوازن غير قبيلة قريش. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد لما حصل الانهزام ورجع من رجع من الصحابة، قام رجل من المشركين فصاح بأعلى صوته، فماذا قال؟ قال ألا بطل السحر، ألا بطل السحر اليوم، يعني ها هو المسلمون قد انهزموا، ها هو محمد الذي أتى بالسحر بطل سحره. صفوان بن أمية لما سمع هذه المقالة مع كفره وشركه لم يسلم، قال لهذا الرجل اسكت فض الله فاك، فوالله لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من هوازن، يعني لو انتصرت قريش أحب إلي، فكونهم هؤلاء يتسلطون علينا الذين هم من قريش أحب إلي من أن يكون المتسلط علي رجل من هوازن. إذن خرجوا ولم يستعن بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الأصل، ما كان يستعين بالمشركين. وذكروا أيضا ممن خرج شيبة بن عثمان، خرج على شركه وكفره، قالوا أنه لما خرج كما جاء في المعجم الكبير للطبراني رأى الملائكة تقاتل، فصاح يا رسول الله إني أرى خيلا بلقاء، فقال له يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، وكان على كفره لم يسلم، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال اللهم اهد شيبة ثلاثا، اللهم اهد شيبة، قالوا ثم بعد ذلك أسلم. الحديث لا يصح، ضعيف، لكن يستدل به العلماء على أن المشركين خرجوا في هذه الغزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هوازن كما ذكرت لكم قبيلة قوية ماهرة في الرماية، لهذا جاء في حديث البراء كما في الصحيحين وكانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام. وفي رواية مسلم لا يكاد يسقط لهم سهم، يعني لا يسقط هكذا هباء، لابد أن يقع في هدف من ماذا؟ من مهارتهم في الضرب وفي الرمي. وفي رواية أخرى عند مسلم وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل، يعني مجموعة من السهام ترمى دفعة واحدة كأنها رجل من جراد، الجراد الذي ينتشر الكثير، السهام صارت على المسلمين كهذا الجراد الذي ينتشر بقوة وينتشر بكثرة. فكان هذا في أول الأمر، فهذه الأسباب أو من الأسباب التي جعلت المسلمين ينهزمون أن مسلمة الفتح، وهم حديث عهد بجاهلية، والذي عبر عنهم البراء بن عازب بقوله سرعان الناس، هكذا كان يقول رضي الله عنه، لأنه سئل أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق. وسيأتي الكلام حول انطلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحول هجومه عليه الصلاة والسلام على المشركين. وفي رواية قال عجل سرعان الناس، والمقصود بسرعان الناس هم الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه قبل الناس. إذن هذا الفرار الذي حصل كان بسبب هؤلاء، وذكر العلماء أنهم مسلمة الفتح أي الطلقاء. وحصل هذا الفرار أيضا من الأعراب، لأنهم شاركوا وهم سكان البادية، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس، فرت الأعراب ومن نعلم من الناس. إذن حصل أيضا أن الأعراب فرت، وحصل أن الطلقاء فروا وانهزموا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سليم رضي الله عنها. أم سليم كانت في هذه الغزوة بل اتخذت خنجرا كما جاء في صحيح مسلم،
فرآها زوجها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ثم قالت يا رسول الله، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك؟ تقول له أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. هي اعتقدت أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بسبب هذا الانهزام الذي حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وقولها من بعدنا أي من سوانا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن. ولعل هذا حصل بعد انتهاء الغزوة. ثم بعد ذلك فر من فر. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح مسلم يذكر أنه لما رأى الناس تفر قال رضي الله عنه فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع. يعني كأنه يقول أننا نضرب لكن لا نرى الإصابة في هؤلاء. قال فنظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم والصحابة فولى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأرجع منهزما. هو يقول أنا انهزمت ما استطعت أن أصنع شيء، رجعت وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأى ابن الأكوع، لقد رأى ابن الأكوع فزعا. حديث في صحيح مسلم. لكن قد يقول قائل الإشكال في قوله مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، هل يجوز أن نقول انهزم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في الرواية كما ذكرت لكم يقول منهزما. الجواب أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن نقول انهزم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أبدا أنه انهزم صلى الله عليه وسلم ولا في موطن من المواطن. وأما قول ابن الأكوع منهزما لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يعني نفسه، فهذه حال عن نفسه، أي حال نفسه هو، كأنه يقول أنا رجعت ومررت بالرسول وأنا منهزم، وليس حال من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل بعض أهل العلم أن من قال انهزم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل شدد بعضهم كالقرطبي في شرحه لمسلم المفهم في كتابه المفهم ماذا قال؟ قال لا يستتاب بل يقتل مباشرة، الذي يقول انهزم النبي هذا يقتل. فعلى كل حال أجمع العلماء على عدم جواز إطلاق هذا اللفظ. ولننظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة وماذا صنع، وكيف أن الناس انكشفت، حتى إن بعض الصحابة لما أراد أن يعبر ماذا قال كما في الصحيحين؟ قال فأدبروا عنه حتى بقي وحده عليه الصلاة والسلام، ما بقي معه أحد. وإن كان هذه الرواية سيأتي ما يخالفها في الظاهر، لكن سنبين ماذا ذكر أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات. هذه الرواية يقول فما بقي أو حتى بقي وحده عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى حديث بريدة عند البزار قال فلم يبقى معه إلا رجل يقال له زيد، ولا ندري من هو هذا زيد، حتى الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عده من الصحابة وقال جاء هكذا، يعني لا ندري من هو، وهو آخذ بعنان بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء. وجاء عند أبي يعلى من حديث أنس قال لما كان يوم حنين انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العباس ابن عبد المطلب وأبا سفيان ابن الحارث، هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام وذاك ابن عمه. وفي مسند الإمام أحمد نص على الذين بقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فانطلق الناس
إلا أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، يعني ما هم كثر، قليل. وفي من ثبت معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن وأسامة بن زيد. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، وإن كان فيه ضعف لكن قواه بعض أهل العلم، ولعل القول بأنه صحيح أو حسن هو الأقرب. وجاء عند الترمذي وحسنه الحافظ وكذلك الألباني من حديث ابن عمر قال: لما كان أو لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، يعني هم أقل، وما مع رسول الله 100 رجل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لعله يوافق رواية 80، لأنه يقول ما بلغوا 100، وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول بلغوا 80. إذن هذه الروايات فيها شيء من الاختلاف في الثابتين الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركوه. بعض الروايات ما بقي معه أحد حتى بقي وحده. المقصود حتى بقي وحده أي أنه متقدما مقبلا على العدو، هذا المقصود، حتى بقي وحده متقدما مقبلا على العدو. والذين ثبتوا معه ما كانوا متقدمين ولا كانوا مقبلين على العدو، وإنما كانوا من ورائه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخدمونه في إمساك البغلة. وفي بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق بإسناد صحيح من حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر ما حصل للناس، وحصل كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصرخ بالناس، قال: حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا. إذن هذا يحمل على رواية 100 أو أنهم أقل من 100، أنه بعد ذلك تجمعوا، وأول من تجمع هؤلاء 100 فيهم من فيهم من الصحابة، يعني بمعنى، وهذا دليل أنهم ما ابتعدوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا على مسافة قريبة فرجعوا بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موقفه وماذا صنع؟ لما غشيه المشركون كان على بغلته عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ يركض بهذه البغلة على المشركين، لم يفر عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن عمه آخذ بلجامها، وكذلك العباس آخذ بركابها، لا يريدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يصاب بأذى، والرسول يكر عليه الصلاة والسلام: إلي أيها الناس، هلم إلي أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وفي رواية: يا عباد الله، أنا عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، يا أيها الناس إلي، أنا عبد الله ورسوله. وفي رواية عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم؟ يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله. وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة منه عليه الصلاة والسلام، وهو في حومة الوغى، كيف وقد انكشف عنه الجيش وهو مع ذلك على بغلة، بغلة، البغلة لا تعرف الجري وليست سريعة الجري ولا تصلح للكر ولا للفر ولا للهرب، وهو يركضها عليه الصلاة والسلام إلى وجوههم، بل وينوه باسمه، يقول: أنا محمد. لماذا؟ ليعرفه من لم يعرف: أنا عبد الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله كما جاء في الرواية، أنا عبد الله ورسوله. وما هذا كله إلا ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه وعلما منه بأن الله سينصره ويتم أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم نزل نصرك، كما جاء في صحيح مسلم: اللهم نزل نصرك
البراء بن عازب يقول: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه؟ كان يقول يوم حنين: اللهم إن شئت ألا تعبد بعد اليوم. هذا قالها في غزوة بدر، وقالها في غزوة حنين كما جاء عند أحمد بسند صحيح: اللهم إن شئت ألا تعبد بعد اليوم. وهذا صحيح كما ذكر ذلك الشراح، لأن معظم المسلمين أو كلهم إلا القليل منهم كان حاضرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل مكة يومئذ لم يستحكم الإيمان فيهم، ولم تخالف كذلك بشاشته قلوبهم، بل كانوا ما بين مؤلف، يعني من المؤلف قلوبهم، ومنهم من كان مستأمنا، ومنهم من أظهر الإيمان على مضض كما ذكر ذلك العلماء. والعرب كانت معظمهم في ذلك اليوم يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام مع هوازن، أو كانت هوازن تجمعت مع غطفان، وقبائل كذلك قد تألبت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء: إذا لم ينصر أو لم ينصره الله ولم ينصر دينه ويؤيد محمدا عليه الصلاة والسلام ويعز جنده ويكبت الكفار كذلك ويخذلهم في ذلك اليوم، لحصل أن النفاق سينجم ويظهر الكفر، ويظهر الكفر والشقاق، ويحصل ما يحصل. لكن الله عز وجل أبى إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. ولهذا في صحيح مسلم من حديث العباس قال: شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه على بغلة له بيضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها، يعني يمنعها، أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. أصحاب السمرة هم أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكان العباس رجلا صيتا. قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا هم والكفار. قال: والدعوة في الأنصار؟ يا معشر الأنصار، أيضا نادى الأنصار: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، يعني قال له نادي للأنصار فقال يا معشر الأنصار، ثم قال خص بني الحارث فخص بني الحارث من الخزرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجوعهم ورأى قتالهم كان ينظر، يتطاول، بمعنى ينظر إلى قتالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حين حمي الوطيس. وهذا، هذه الكلمة تقال كناية، المقصود بها ماذا؟ يراد بها شدة البأس وشدة الحرب. ثم لما رأى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، وهو يقول: إن هزموا ورب محمد، وفي رواية خارج الصحيح: هزموا ورب الكعبة. فقال العباس: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. بعد أن ماذا رماهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحصيات، لأنه جاء في بعض الروايات أن هذه الحصيات ما من مشرك إلا وأصابته. جاء عند أبي يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة. فنادى: يا أصحاب سورة البقرة، يا معشر الأنصار. ثم قال له: خص بني الحارث. فلما سمعوا النداء أقبلوا. قال العباس: فوالله ما شبهتهم إلا بالإبل،
التي تحن إلى أولادها. فلما التقوا التحم القتال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ كفا من حصى أبيض فرمى به وهو يقول عليه الصلاة والسلام: هزموا ورب الكعبة. وفي صحيح مسلم: شاهت الوجوه، أي قبحت الوجوه. وقالوا هذا دعاء، ومنهم من يقول هذا خبر، أي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن وجوههم قد قبحت بالهزيمة. فحصل أن العباس يقول: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل. وهذا في صحيح مسلم. وجاء عند الحاكم في مستدركه من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي فقال: يا معشر الأنصار، فأجابوا. وفي رواية جابر هذه التي عند الحاكم أنه هو، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ندب، أي أمر العباس: قل يا معشر الأنصار، فأجابوا وهم يقولون: لبيك بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله. فأقبلوا بوجوههم رضي الله عنهم إلى الله وإلى رسوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: لبيك بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله، قال: أقبلوا بوجوهكم إلى الله وإلى رسوله يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأقبلوا ولهم حنين كما جاء في الرواية، فأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقاتلوا حتى هزم الله المشركين. وفي بعض الروايات عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بجانبه عبد الله بن مسعود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حادت به البغلة ومال به السرج، فقال له ابن مسعود: ارتفع رفعك الله. قال له: ارتفع رفعك الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أي لمسعود: ناولني كفا من تراب. فأعطاه كفا من تراب فضرب به وجوه المشركين. قال ابن مسعود: فامتلأت أعينهم ترابا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ ثم هتف بهم ورجعوا. قال ابن مسعود: فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. حصل لعلي بن أبي طالب أنه قاتل أشد القتال رضي الله عنه، وذلك ما ذكره ابن إسحاق بإسناد صحيح، أنه كان يريد أن يقتل صاحب الراية، وكان هذا الرجل من المشركين، أي صاحب الراية، على بعير. فجاءه علي بن أبي طالب من خلفه ومعه أحد الصحابة رضي الله عنه وهو جابر بن عبد الله، فضربوا هذا الرجل وضربوا عرقوب الجمل حتى برك وقتلوه. ثم اشتدت المعركة وقاتل أشد القتال رضي الله عنه، وكان بجانبه كما في الحديث أبو سفيان بن الحارث، وكان ممن صبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقد حسن إسلامه مع أنه من مسلمة الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه سأل: من هذا؟ فقال له أبو سفيان: أنا ابن أمك يا رسول الله، مع أنه هو ابن عمه، لكن أراد بالجدة التي هي أم الأب: أنا ابن أمك يا رسول الله، لأن هذا أحن وأقرب. لكن هل شاركت الملائكة في هذه الغزوة، في غزوة حنين؟ في القرآن قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وهذا هو الشاهد: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فذكر المفسرون أن الله تبارك وتعالى أنزل الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتوا رضي الله عنهم، وأمدهم سبحانه بجنود من الملائكة ما رأوها، فحصل النصر على عدوهم، وعذب الله تبارك وتعالى الذين كفروا، وتلك عقوبة لهؤلاء الصادين عن دينه المكذبين لرسوله عليه الصلاة والسلام.
فقد أنزل الله عز وجل نصره على المؤمنين في مواقع كثيرة كما ذكر أو قال في هذه الآية في مواطن كثيرة. فهذا النصر عندما أخذ الصحابة رضي الله عنهم بالأسباب وتوكلوا على الله نصرهم. ويوم حنين هو من هذه المواطن التي نصرهم الله تبارك وتعالى، وإن كان قد خرجت منهم أو تكلم من تكلم لن نغلب اليوم من قلة، فحصل أن العدو ظهر عليهم في أول الأمر، فحصل كذلك ما وجدوا ملجأ في الأرض إلا أنهم ماذا نصرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح والحديث عند أبي داود لكنه اختصره ما يؤكد أن الملائكة شاركت، وإن كانت الآية كافية في ذلك، كافية دلالة على أن الملائكة شاركوا في هذه الغزوة. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليوم حنين يقول راوي الحديث: فكنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسرنا في يوم غائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فانطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، حان الرواح. وهذه أو هذا الوقت كان في الغالب النبي عليه الصلاة والسلام يخرج للقتال بعد زوال الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. ثم قال: يا بلال، نادى بلال، قال: فثار من تحت سمرة، يعني قام رضي الله عنه تلبية لنداء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك. بلال يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال له: أسرج لي فرسي. فأخرج سرجا رضي الله عنه من ليف ليس فيهما كما قال راوي الحديث ليس فيهما أشر ولا بطر، يعني هذا السرج دفتاه ليس فيها أشر ولا بطر. قال: فأسرج فركب وركبنا فصافتناهم عشيتنا وليلتنا، يعني حصل القتال بين من؟ بين المسلمين وبين المشركين. فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين، بعد أن حصل ما حصل أدبروا. قال: كما قال الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله. ثم اقتحم النبي عليه الصلاة والسلام عن فرسه فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فهزمهم الله عز وجل. هنا في الرواية نفسها قال: فحدثني أبناءهم، هذا يعلى بن عطاء، عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبقى منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا وسمعنا صلصلة من السماء والأرض. وهذا هو الشاهد، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد. يعني هذا كما ذكر العلماء هو الشاهد الذي حصل فيه مشاركة الملائكة للمؤمنين في هذه الغزوة. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن ما حصل بعد هذه الغزوة من هروب المشركين، لأن المشركين فروا، ما بقوا، وإنما فروا إلى بعض الأودية كوادي أوطاس. وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل السرايا لملاحقة فلول هؤلاء المشركين، ومنهم من هرب إلى الطائف واختبأ في حصون الطائف. وكذلك حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم بين الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام قد آثر الطلقاء ومسلمة الفتح. وكذلك حصلت قصة لأبي قتادة في تقسيم الغنائم، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن هذا كله، ونتكلم أيضا عن حصار الطائف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.